توجه في مكان واحد وزمان واحد ولباس واحد، يدعون ربا واحدا، لهم هدف واحد ليعطينا ربنا درسا أن نكون على قلب رجل واحد، لأن الأمة المتفرقة لا تصنع نصرا ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى يمكن الأمة المتحدة في الدنيا ويجمع بين أفرادها يوم القيامة ويحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تحابا رجلان في الله فأشدهما لله فأشدهما حبا لصاحبه أكثرهم حبا من الله جل وعلا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يصنعون نصرا في الدنيا ويحبهم الله يوم القيامة ويجمعهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقف الحجيج في مكان واحد لكي يعطينا ربنا درسا أن نكون أمة واحدة على قلب رجل واحد. جزاكم الله خيرا، أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم.